عنكبوت اللي قاعد في مكتبي. برولين 3-0 على الأرض. خلص يا دكتور، في علامة مستديرة. يعني خلص؟ اتجننت ولا ايه؟ ثواني ويبقى قدامي، مش عايز اقل ادب. حاضر يا دكتور. الله. يا سيام مش كده؟ يا مصيبتي، في ايه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ امال مين اللي يعرف؟ اهدي يا علياء، اهدي. ان شاء الله خير. اهدى، ما شفتيش جوزك قال ايه على الدكتور؟ شكلي ضيعته يا زوزه، شكلي انا اللي ضيعته بايدي. لا لا يا علياء، اهدي اهدي. وكمان دم، ما انا عملت اشعه وسونار وحاجات كتيره قوي. ما تقلقيش يا روح قلبي، ده حاجات بسيطه بس كده عشان نطمن عليكي. دقيقه واحده هودي العينه المعمل وراجع لك حالا. الو يا استاذ جلال، انا عبير. عبير فاروق يا فندم، اللي جيت اتمرن عند حضرتك الاسبوع اللي فات وحضرتك حلقت لي. قصدي يعني تجاهلت طلبي. ايوه. طب بص يا عبير، انا اصلي مشغول في غرفه الجورنال بتاع المطبعه. يا بنت انا لا بحلق لك ولا حاجه، كلميني بعد نص. ايه بتقول؟ ايه ثواني يا جماعه، يعني انت دلوقتي بتكلميني من جوه مستشفى العريني؟ يخرب بيت عقلك، دخلت هناك ازاي؟ عيب يا استاذ، انا قلت لحضرتك حاول بس تكتشفني وانت هتشوف العجب. ايوه، وبيني وبين مسرح الاحداث طرقه واسانسير. لا لا حضرتك ما تقلقش خالص، انا هجيب لحضرتك داتا ما حصلتش وبالصور كمان. هو احنا شويه، انا معايا موبايل 5 ميجا بكسل، صورته ايه؟ بورتريه. بس يعني يا استاذ جلال، انا عملت حركه كده يعني عشان اعرف اقتحم الموقع، واحتمال يدبسوني في فاتوره كبيره شويه. بصراحه كده انا كل اللي في جيبي ما يكملش 12 جنيه ونص. لا 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 لا، جيبك ايه؟ انسي يا بنت حكايه الفلوس دي خالص، انت كملي نمرتك وانت مطمنه على الاخر. بص يا عبير، اديني اسمك بالكامل ورقم الغرفه وراح اتصرف. اكتب يا تامر. حاضر. عبير فاروق عبد الايه؟ عبد السلام، غرفة 307. بقولك يا عبير، أنا عاوز شغل بروفيشنال، فاهمة؟ شغل بروفيشنال. يلا مع السلامة، ربنا يوفقك. بقولك يا تامر، عاوزك تحجز لي ربع الصفحة الثالثة فوق شمال. حاضر. معانا مصدر في المستشفى العريني، والأخبار هتوصلنا خلال ساعات. أخبار إيه دي اللي بتتكلم عنها يا حسام بيه؟ أوعى تكون فاكرني صحفي صغير بيشمشم على خبر يزوق بيه اسمه في صفحة الحوادث. معقولة تكون ضابط مهم في الداخلية وما تعرفش مين محسن الصواف؟ مقامك على راسي يا محسن بيه، انا بس كنت عايز اطمن ان حضرتك مقدر خطوره الموقف. انا اللي عايز حد يطمني على صديق عمري اللي راقد بين الحياه والموت دلوقتي، واللي بيعمل له العمليه دكتور مهايبر متدروش دماغه سرحه في 600 حاجه. هو انا ما اعرفش سليمان العريني؟ الحاله دايباتيك والشرايين كمان وحشه، عشان كده لازم نبص تتاخد بحرص قوي. مش كده ولا ايه يا رئيس؟ مظبوط يا دكتور. اهم حاجه في الاحوال اللي زي دي تاخد الغرزه بحرص قوي. وما تاكليش سمك ولا بيض، وعدي عليها كمان 3 ايام. خلاص. الله عليك، تسلم العيال يا دكتور. ده تهريج ولعب عيال وتصرفات مجانين. الهانم بتفسح الاجانب في المستشفى وسايبه وزير من اهم الوزراء في البلد تحت رحمه واحد مختل في العمليات. اقسم بالله الراجل ده لو حصل له حاجه لكون فضحهم في كل حته، ومقدم استجواب لوزير الصحه في المجلس، وما بقاش محسن الصواف لو ما سحبت عضوية النقابة من كل الدكاترة بما فيهم الدكتور سليمان.
Is this Dr. Irene's office? Yes, أصلي الدكتور كان امبارح. Excuse me. Do you hear something? Yes. From here. Oh Lord! A pigeon! Beautiful pigeon! Some water! ده شيء عظيم جدا. ما تضحكونا معاكم شوية يا جماعة قبل الدكتور سليمان ما يخلص على العيان اللي معاه ونصوت كلنا. حلو قوي الشغل ده. برافو يا شهد. بجد يا استاذ فؤاد؟ هو في ظرف الشغل يا بنتي. شغل؟ قصدي حضرتك ان انا بعدين هنرتبها مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه وهتمشي ازاي. بس لازم تكوني بتعرفي تلعبي حاجه. انا ما احبش المطرب اللي بيردد زي البغبغان كده من غير ما. انا اوريدي بلعب بيانو. هايل. اتعلمتيه فين ده؟ اتعلمته من بابا. هو صحيح جراح قلبي بس بيعزف حلو قوي. تحب حضرتك ان اعزف لك حاجه دلوقتي؟ على الاورج ممكن؟ طبعا ممكن. بس يا ريت حاجه صغيره عشان انا مرتبط بمعاد. اوكي حاضر. دكتور سليمان طمني يا عمل معروف، عملتي ايه؟ ساكت ليه ما بتتكلمش؟ للاسف. ايه؟ كان نفسي اعمل اي حاجه علشان تقعدوا معانا شويه لحد ما اقدر ان انا اكون نفسي واتقدم لمدموزيل هايدي، بس جوزك بقى يا هانم عملها فيا وبوظ خطتي الفظيعه. مش معقول، عمل ايه؟ نجحت؟ نجحت، بس دي نجحت وجابت مجموع كمان. الف الحمد لله. عليها هانم، عليها هانم. معلش انا لازم انبه حضرتك لحاجه في منتهى الخطوره ومش هزار. خير يا دكتور؟ معالي الوزير دلوقتي قلبه مش زي الأول خالص. أنا عايز أنبه حضرتك ممكن أول ما يخرج من هنا يتجوز على حضرتك تلاتة. شايفة؟ إيه ده؟ في إيه؟ إيه مالك؟ السكرتيرة روحت ومفيش حد هنا غير أنا وأنتي. سكرتيرتي إيه؟ بتاعي أنت عايز مني إيه بالظبط؟ عاوز إيه؟ عاوز اكفيك على السهره الحلوه دي. عايز اديكي فرصه ما حدش هيديها لك غير فؤاد عوني. اوعى سيبني، سيبني بقول لك. سيبني؟ اسيبك ده ايه؟ وانا استحملت الوش والصداع اللي انت عملته لي ده كله عشان في الاخر اسيبك ارديحي كده؟ انت حلو